طريقا قبل أن نبدأ، أن أدعوكم للوقوف دقيقة حدادا على روح واحد من أهم شعراء مصر هو الأستاذ فاروق شوشة. تفضل. أن الشعر العربي المعاصر فقد عددا كبيرا من أعلامه ومؤسسي الحداثة فيه، ابتداء من صلاح الصبور مرورا بممدوح علوان وغير ذلك من الشعراء في سلسلة من الفقد، انتهت بالمرحوم فاروق شوشة، فلهم جميعا الرحمة وعليهم جميعا السلام. لكن في تقديري أن الشاعر عندما يرحل بجسمه يبقى بقصائده وبإبداعه،